لك على دمكم يا حبايبي بيت النص. ان شاء الله ان شاء الله هيك على دمهم كلهم بدايه للنص. هم نزلوا علشان الاسلام يتهان، هم نزلوا علشان الاسلام يتهان، هم نزلوا وابني نزل، كل الشباب بتوع امبارح نزلوا علشان عرفوا ان الاسلام يتهان، الاسلام يتهان في كل مكان ومحدش رد، عرفوا كده، عرفوا ان في بنات مغتصبات، عرفوا ان في بنات في السجون اغتصبت، وقلت له حبيبي انا ده كانها اختي. هم نزلوا عشان البنات دي، نزلوا عشان البنات اللي اغتصبت، نزلوا عشان البنات اللي اعتقلت، نزلوا عشان ال 40,000 المعتقلين. والناس بيقولوا مفيش حد، لا في، زي ما ابني مات كده، ابني مات والدنيا كلها شاهدة اهي، ابني مات والدنيا كلها شاهدة اهي. لو حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، يحرق قلوبهم، يحرق قلبك يا سيسي، انت واللي معاك كلهم. يا رب تقبل من أم قلبها محروم، يا رب تقبل من أم قلبها محروم، من كل أم اتحرق قلبها على ابنها، ومن كل أم زوجة اتحرق قلبها على زوجها. يا رب إن شاء الله إن شاء الله كل الشباب دي هتجيب حقهم، إن شاء الله كل الشباب دي هتجيب حقهم. يا رب يا رب مكن ليهم، يا رب اجعلهم بداية النصر. يا رب يا شباب، يا رب يا ولادي، يا رب يا ولادي تجعلكم بداية النصر. يا رب يا أحمد يجعل دمك أنت وكل الشباب امبارح بداية النصر. مكملين مكملين إن شاء الله مكملين. هما فاكرين إيه؟ أخوه متصاب وهيكمل، إن شاء الله إحنا نازلين ونازلين وهنكمل. موته موته تاني وتالت ورابع، بس هنكمل، دي بداية النصر إن شاء الله إن شاء الله.